تعتبر مبادرة الموهوبون العرب خطوة كبيرة بالنسبة لتطور العالم العربي، حيث أن وطننا العربي يزخر بالطاقات الشابة التي من الممكن أن يتم استثمارها ورعايتها بالصورة الصحيحة لأجل تطوير العالم العربي، وأيضا من أجل تقدمهم في مجال الصناعة أو المجالات الطبية والرياضية. بدأت دراستي في مدرسة الحياة الابتدائية الأهلية، والتي كانت تتميز بمناهجها المختلفة، حيث أني كنت أقوم بدراسة العلوم والرياضيات بالمادة الإنجليزية، فضلا عن دراستي لعدد معين من اللغات بجانب الدراسة المنهجية العراقية، وذلك مما ساعد في تطوري قليلا باللغة الإنجليزية، وأيضا مما ساعدني في تطوير مهاراتي لتعلم اللغات الأخرى. ثم دخلت إلى مدرسة الموهوبين، حيث كنت أدرس مناهج خاصة مختلفة، مما ساعدني ذلك في تطوير مهاراتي العلمية رياضيا وفيزيائيا، وأيضا عن طريق تعلمي الكثير من الأمور الأخرى عن طريق الدورات التي استطعت المشاركة فيها في العطل الصيفية. تأثرت علميا بجدي الدكتور حسين عبادي اختصاص الأمراض والأورام، حيث أنه كان لديه مسيرة علمية ناجحة في دراسته للطب في الخارج، حيث أنه درس في الجامعة البريطانية وحصل على شهادات عديدة منها، مما جعلني أتأثر به وأعتبره كقدوة لي. بدأت في اكتشاف موهبتي في السنة الخامسة، حيث أنني كنت من هواة الروايات والشعر، حيث أنني كنت أستمتع بقراءة القصص والروايات المصغرة. ثم بدأت بكتابة أول قصيدة شعرية لي في الصف الأول ابتدائي، ثم قمت بكتابة عدد من المؤلفات والقصائد الأخرى التي كانت تعتبر قصائد بسيطة، وقمت بالمشاركة فيها في العديد من المسابقات الإلكترونية. عندما كنت في الابتدائية، تحديدا في الصف الثاني الابتدائي، كنت أستطيع حفظ الكثير من النصوص الكتابية عن طريق تذكرها بالصورة، أيضا كنت أستطيع تذكر الكثير من الأماكن والكثير من التفاصيل عن طريق حفظ الصورة، وهذا ما جعلني أتعلم الكتابة من المبدأ الأول، حيث أنني كنت أحتفظ بصورة الكلمة في ذهني، وما ساعدني في تعلم الكتابة عندما كنت في سن الخامسة، أي قبل أن أدخل المدرسة بسنة واحدة. وقد كنت أستطيع أيضا عندما كنت في سن صغيرة أن أحفظ أكثر من صورة، مما ساعدني في اجتياز اختبارات القبول في مدارس الموهوبين. بالنسبة لأدائي في مقياس الموهوبين، أنا راضية عنه تماما، حيث أنها كانت فرصة جميلة لي من أجل أن أخوض اختبارات أخرى لتساعدني في التأكد من مستوياتي العلمية.